أحسن الله إليكم. هشام يقول: كيف يغتسل من قام يوم الجمعة وعليه جنابة؟ وهل يتوضأ بعدهما؟ وهل يجزئ الاغتسال الغسل العادي عن غسل الجنابة؟ إذا كان عليه جنابة فلا بد من الاغتسال، لأنها حدث أكبر يوم الجمعة وفي غيره، ولكن في يوم الجمعة هناك اغتسال مستحب للذهاب للجمعة، يغتسل للجنابة ويدخل فيه غسل الجمعة. نعم.